عندما يتعرض البلد والوطن إلى غزو أجنبي من أعداء الله فكل قرية وكل منطقة ينزل بها العدو يتعين على أهلها قبل غيرهم. إذا نزل العدو بسكنة ولا بمنطقة الشرار ومواني النفط وإلا بمنطقة في الجنوب ولا في الوسط ولا في الجفرة وإلا في سرت، فيجب على أهل هذه المناطق قبل غيرهم يتعين عليهم الجهاد فرض عين، يتعين عليهم الجهاد وأن يقاتلوا هؤلاء بكل ويقاومهم بكل ما يملكون. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما فيش مهادن، يجدوا فيكم غلظة. لا تعاملوهم بالإحسان ولا تبيعوهم ولا تشتروا منهم ولا تتعاملوا معهم ولا تؤجلوا لهم ولا تقبلوا منهم لا صرفا ولا عدلا، لا تقبلوا منهم إلا القتل والمتابعة والملاحقة. هذا هو الذي يتعين على أهل كل منطقة نزل بها هؤلاء الأوباش الأوغاد الأعداء في سوكنة ولا في سرت وإلا في الشرارة وإلا في سبها وإلا في أي منطقة. لا يسمح لهم، لا يجوز لهم أن يسمح لهم بأن يتمددوا في هذه المناطق، بل يقاوموهم مقاومة مسلحة بكل ما يملكون. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، هذا ما قام به مجلس البحوث، حرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فهذا هو المقصود أولا من المقاومة.